يعطيكم الصحة العافية مرة ثانية، شكرا لشجاع مع فريق الدور الكاس. أنا موجود مع فريق اللقطة، الفريق اللي حقق مو بمفاجأة لكن نتيجة مفاجئة ضد فريق الضعاين، استطاع أنه يخرجه. خلونا نشوف قائد الدفة أبو علي المدرب. أبو علي السلام عليكم، يعطيك الصحة العافية. اليوم غير، اليوم غير، اليوم نهائي لازم غير. اليوم طبعا احنا على اعصابنا، وبس ان شاء الله نتامل ان نأدي مباراه طيبه، ويعني نعكس صوره فريق اللقطه. احنا نعرف ان نلعب مع فريق مش سيء، فريق عنده امكانيات ولاعبين اقدامه لهم باع طويل، لكن احنا بنعمل اللي نقدر عليه، والتوفيق طبعا بيد الله. اليوم توني كنت اكلم الوالد، اليوم غير اكيد. اكيد اليوم غير طبعا، مباراه نهائيه، مباراه كنا نحلم فيها صراحه من اول البطوله، والحمد لله يعني وصلنا حق هالمباراه، واعتقد ما راح نفرط فيها بسهوله. جمهوركم بنشوفه اكثر من الادوار اللي راحت؟ والله احنا صراحه كنا نتمنى الجمهور يكون اكثر من كذا، لكن امس صارت حاله وفاه عند عضو من اعضاء المنتدى خالد الحمر، نتمنى حق والدته ان شاء الله الله يرحمها برحمته. فالاعضاء اعتقد منقسمين، ناس في المقبره وناس جايين هنا، ويعني هاي يعني قضاء الله وقدره، والحمد لله الموجودين يكفون يوفون ان شاء الله. شلونك استرتشات؟ شفتك حتى ما سخنت ويا الشباب، سخنت بروحك ويا علي، في مشكله فيك ولا لا؟ الحمد لله كل شيء تمام، وان شاء الله توفق اليوم وفوز. فوزكم على الضعاين اكيد اعطاكم ثقه، يعني اليوم تلعبوا بنفسيه اكيد شويه مرتاحه ضد لعيبه كبار مثل السنياري مبارك وعادل الملك. على فكره مبارك ملاعب ادم الله، ان شاء الله احنا بحسن منهم، ان شاء الله شد حيلنا ونفسهم، اهم شيء نفوز بالكاس. مبارك يعطيك الصحة العافية. الجو اليوم عكس الأيام اللي راحت، حر وايد بالنسبة حق الأيام اللي راحت. بسم الله الرحمن الرحيم. اي والله انك صادق، شو نسوي والله؟ رطوبة والله يعيننا ان شاء الله، ما في يعني كلش نسم رايح، الله يعيننا ان شاء الله. درستوا الشباب الكاس؟ شفتوهم؟ شفتوا مبارياتهم؟ لا والله شفنا بس آخر مباراة مع كيومبي وبس، ما ان شاء الله بيننا وبينهم في الملعب ان شاء الله، مو بلازم لا ندرسهم ولا شيء. اتوقع تخلص الوقت الاصلي ولا اضافي؟ والله ما ادري. في هالاجواء خاصه ان المباريات اللي راحت، الادوار اللي راحت، كان الجو جدا جميل والطف من كذي، ايش راح تتعاملون مع المباراه خاصه ان اكيد راح تكون مسكره والفريقين يحاولون انه يسكرون مناطقهم؟ احنا لعبنا الجوله الاولى في المجموعات، لعبنا في المجموعات نفس هالجو يمكن ولا اخس من هالجو. نحن بنلعب يعني مثل ما تقول بنسكر وقت الدفاع، وبنهجم كلنا مع بعض وقت الهجوم، واللي بنلعبه احنا يعني لتعليمات المدرب ان الباصات اهم شيء، الباصات وبيتعبون من اول 10 دقائق ان شاء الله ما ناخرك على ربعك. خلونا مع بعض نروح نشوف مجريات الشوط الاول ونرجع بعدين بعد الشوطين بالتاكيد. الجمهور طبيعة الحال اكيد انه متواجد بشكل يليق بنهائي بطولة الكاس الاولى الرمضاني لكرة القدم. خلونا ناخذ استطلاع اراء من عينات انا شخصيا ما اعرفها تميل حق اي نادي، نشوف توقعاتهم بحكم انهم شافوا اكيد الفريقين خلال البطولة. تعال كم تتوقع المباراة؟ والله ان شاء الله 2-1 اللقطة. اللقطة 3-0 دوري الكاس. والله صعبة، أتوقع شوط الإضافية. كم؟ 3-0 إن شاء الله اللقطة. 3-1 الكاس. 2-0 الكاس. أبو سعدون شلونك؟ الله يسلمك. شو أخبارك؟ الله يعافيك. أول شيء كلمني عن الإصابة. والله عندي تمزق أتوقع من الدرجة الأولى، اليوم بروح حق الدكتور، قالوا لي أول يومين بس ثلج بدون علاج، فاليوم بروح بشخص الإصابة.
ان شاء الله خير. اهم شيء ارجع بسرعه اجري عشان ابي لياقتي حق الراليات الصراحه. خلاص القدم خلص موسم القدم في رمضان والحين اجهز حق الراليات ان شاء الله. صلاح الفريق اللي طلعكم موجود اليوم في النهائي ممكن ياخذ البطوله بعد؟ يعني متفائل انه ياخذون البطوله؟ مو متفائل، اعتقد انه اذا عملوا نفس التكتيك اللي لعبوا ضدنا ممكن ياخذون البطوله. شفنا مع بعض مجريات الشوط الاول اللي بالفعل في بعض مراحله ارتقى بالفعل لمباراه نهائي. كانت المباراه في بعض الاحيان مفتوحه بعض الاحيان مغلقه. خلونا نشوف الشباب خاصه اللي على الدكه. الشباب صراحه تعابه قدموا كوره حلوه. الله يعطيك الصحه والعافيه. تفكر في شنو؟ شوط ثاني. شلون تشوف الشوط الثاني؟ والله شباب احنا ما قصر الشوط الاول بس الارهاق بين عليهم الرطوبه اليوم الجو ما يساعد. بس ان شاء الله الشوط الثاني بندش و نسجل. اليوم ما بديت المباراه اساسي، كانت لك فرصه اكيد تشوف ربعك من داخل من برا الملعب، شلون كان الاداء؟ احنا يمكن شفناهم شويه متراجعين في الدفاع وايد. والله متراجعين بس هم اللي عندهم لا ضاغطين عندنا وسط اللي ضاغطين عندهم، بس حتى البلنتي يعني ما اشوف انه بلنتي يعني ما مو مع قرار الحكم. شفنا الفريق في الشوط الاول متراجع وايد، شنو كانت ابرز توصيات الكابتن حسن؟ والله هو المفروض نسكر النص ملعب، وتدري المباراه هاي مباراه نهائيه مباراه مهمه، الواحد لازم يسكر خصوصا لعيبتهم، لعيبه منتخب يوسف ادم الشباب، في اكثر من محترف لعيبه يعني انا اقول لك لعبناه معهم من قبل لعيبه زينين، بس والله حاولنا نسكر نص ملعب بس هم لعبوا علينا الشوط الاول، بس ان شاء الله الشوط الثاني كل شيء بيتغير ان شاء الله، بتشوف اقوال ان شاء الله ان شاء الله. يعطيك العافيه. خلونا مع بعض نروح نشوف شجاع وفريق الدوري الكاس اللي ايضا لعب وكان في اغلب الفترات مسيطر على اللعب. لك شجاع يا الكلمه. شكرا خالد، شفنا معك فريق اللقطه، خلينا نشوف فريق الكاس اليوم نهائي وجاي متاخر. لا مو جاي متاخر، انا قايل لهم ما اقدر ابدا لان عندي صيدني تمزق. الكبر له دور؟ لا لا والله يمكن كثره تدري الجو حار ودائما الاصابات تكون اسرع وقت صدق اصابه، الرطوبه عاليه عندنا في الدوحه. زين شلون شفت الشوط الاول؟ والله اعتقد المباراه كانت زينه من الطرفين. الفريق كان نقطه كان فريق زين، اعتقد ربعنا رجعوا في المباراه، سجلوا هم الجول الاول ورجعوا في المباراه. اعتقد المباراه متكافئه من الطرفين يعني. دخل فيكم جول في بدايه المباراه وانتم عدلتوا، شكلهم الفريق شادين حيل. الحمد لله يعني ما تاخرنا في التعديل، لو تاخرنا كانت تكون مشكله. لو انت الشوط الاول 1-0 لهم ترى الشوط الثاني بيبيهم كلهم مباراه بيسكرون. و25 دقيقه يعني مو ب 40 دقيقه ولا 45 دقيقه، بس الحمد لله تداركنا الموقف وسجلنا جول على طول من ضربه جزاء. ان شاء الله الشوط الثاني يكون احسن ان شاء الله.